خاطر تبدل الوضع الدستوري، ولكن ان شاء الله بقدره الله. معنا مطالبكم هي راي قناعات. نعرف ماني شايب لهنا باش نبيع الوهم. انا عم نعاود وعدت النساء لهنا. احنا ذاك علاش انتخبناك؟ على النساء معنا اللي قاعدين يخدموا. معنا عام قلت وعدت بحاجه لابد ان نفذ. اما ما نبيعش كل الوعود، انا مش نعمل مش نعمل. احنا انتخبناك على خاطر عارفينك سي باش تعمل، واحنا معاك، معنا مواصلين معاك، عندنا فيك ثقه. ربي يستر. ربي يستر. ثقه كبيره اللي كانت تخدم لنا حكومه الجمعيات في حي هلال هنا في السجون. ما ولاه بهم حتى حد سيدي. يلزم توما تعملوا الجمعيات، وحتى تو هذا اللي تعمل، وكانت تعمل شركات اهليه معناها، والنساء اللي تخدم ولا توما معناها تعملوا المشاريع وتلقاو الدعم من الدوله بالنسبه للمشاريع اللي انتوما باش تعملوها. وهذا هي الشركات الاهليه. انا ماذا بيا حتى هذه تولي شركه اهليه يخدموا الكل مع بعض. نجم الكل وتنجح، وهي بيد تزيد تخلق ثروه داخل البلاد. صحيح صحيح صحيح.